السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنلعب لعبة سوبر ماركت. طبعا كل البنات بتحب ان هي تروح السوبر ماركت وتشتري ده وتتفرج على ده، فاحنا النهاردة هنلعب اللعبة اللذيذة دي. ويلا بينا نبدأ. ماشي، احنا دلوقتي دخلنا ولقينا ان البنت دي عايزة تشتري سمك، فاحنا هنجيب لها السمك اللي هي عايزاه. يلا بينا. ماشي، دلوقتي احنا هنلعب علشان نجيب السمك. جبنا دلوقتي احنا سمكتين وتلاتة همت، بقوا خمسة، بقوا ستة، بقوا سبعة. قربنا نخلص، اتبقى لنا سمكة واحدة بس. لازم نكسر الإزازة علشان نجيب السمكة. طبعا لو وقعت الكورة هترجع لكم تاني. هو دلوقتي احنا خلصنا تجميع السمك، يلا بينا نبدأ في المرحلة التانية. ماشي، دي عايزة تدفع وده عايز يجيب جبنة، فاحنا هنروح للي عايز تدفع يعني. ماشي اهو. ماشي، زي ما انتوا شايفين اهو احنا بنعمل وكده، حاجات خلصت والحساب 33 جنيه. هي هتدفع فلوس. ماشي ماشي اهو، هنحط كل فلوس في المكان المخصص ليها. ماشي، فهنروح بقى للولد اللي احنا كنا لسه شايفينه من شوية. دلوقتي احنا لازم نحط الجبنة فوق الجبنة التانية اهو. ماشي اهو، هو زي ما انتوا شايفين. قربنا نخلص، هو قربنا نخلص خالص. ماشي اهو، واحنا دلوقتي خلصنا. يلا ماشي، ودلوقتي يا اصحابي احنا هندور على اي حاجة تانية. مثلا في في مثلا دي برضو عايزة ان احنا نعمل لها الفلوس بتاعتها. ماشي يلا بينا. هو احنا هنفضل لازم نفضل ان احنا نعمل كل الحاجات اللي اشتريتها عشان نوصل للمبلغ الاخير. يلا، المبلغ هو 45 جنيه. هي هتدفع فيزا. ماشي، ويلا نروح على مهمة تانية. ماشي، واحنا اخدنا اشارة في حرامي احنا مسكناه، ودلوقتي احنا هنروح للبوليس، لمكان البوليس. يلا بينا. واحنا دلوقتي اخدنا حماية من الطوب ده،
يعني لو خبطنا فيه مش هيحصل لنا زي ما انتوا شايفين اهو. اهو قربنا ان احنا نوصل. اهو احنا دلوقتي وصلنا وهنودي الحرامي للبوليس. يلا نروح على مهمة تانية. مفيش مهمات تانية غير البنت اللي عايز سمك والولد اللي عايز جبنة. فاحنا دلوقتي هنروح للولد. ماشي، دلوقتي احنا بقى هنحط الجبنة اهو. ماشي، قربنا نخلص. زي ما انتوا شايفين في شريط من على جنب بيقول لكم انتوا قربتوا تخلصوا ولا لسه. ماشي، احنا دلوقتي خلصنا. يلا بينا نروح على مهمة تانية. احنا اخدنا لحد دلوقتي شرطين، في كاشير وفي واحدة عايز تشتري حاجات، وبرضه في بتاعة السمك وفي الولد ده. احنا ما جربناش الحاجة دي فهنجربها. يلا دلوقتي احنا هنحط المقادير اللي هو طالبها مننا من على القايمة اللي على جنب. دلوقتي هو بيقول لنا حطوا 3 فاولات، فاحنا دلوقتي هنحط 3. 1 2 3. وبيقول لنا حطي 4 معالق دقيق. احنا حطينا ال4 معالق دقيق. دلوقتي احنا هنحط بيضتين عشان هو بيقول لنا اعملوا كده. ماشي، ودلوقتي هو عايز مننا نحط 2 معلقة حليب اهو. واخر حاجة هنحطها هي 4 مكعبات زبدة. 1 2 3 4. هنقفل عليها لحد لما تجهز اهو. دلوقتي هي جهزت. خلاص كده احنا خلصنا. في بتاع العريس ده، هو ولد عايز يشتري لعب، فاحنا دلوقتي هنلعب. إيه، انتي بتجيبي المتشابه اهو. مثلا هنجيب الديناصور ده والديناصور ده. اذا في شوية ما بيبقوش فاتحين، فاحنا مثلا ممكن نجيب الشخليلة دي، وهنجيب الكورتين دول. ممكن كمان نجيب عوامة السمكة دي. ممكن نجيب اللي بنحط فيه رمل لما بنروح البحر، هو ده. ماشي، ممكن نجيب الدبدوب ده اللون البنفسجي. ممكن نجيب القطر، وممكن نجيب الديناصور. وما تبقلناش شوية دول اللي على جنب. هنجيب بقى العربيتين دول والعوستين، واخر حاجة هو الضفدعتين. وخلاص يعني، وهو ده كان الفيديو يا اصحابي. لو عجبكم ما تنسوش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة علشان تشجعونا ننزل لكم فيديوهات بسرعة. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله في الجزء الاول احنا هنلعبه ان شاء الله مع بعض في فيديو تاني. ويلا مع السلامة، باي.